لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، مرحبا بكم في رحاب اليوم الآخر ومئة علامة من علامات يوم القيامة. وكنا في اللقاء السابق نتكلم عن انتشار الكذب وذكر الأخبار بغير تثبت وتناقل ذلك. تكلمنا عن التحذير من الكذب في 10 ثمرات مرة أمر من العلقم يجنيها الإنسان الكذاب، ثم ذكرنا ما يزيد على 10 أقسام من أقسام الكذب وأنواعه التي ربما تساهل بعض الناس بها في هذه الأيام. والليلة حديثنا له علاقة أيضا بالكذب، وهو علامة من علامات يوم القيامة أيضا، وهو شهادة الزور. شهادة الزور أن يكذب الإنسان في شهادته على الآخرين، فيشهد أن فلانا له حق على فلان زورا وبهتانا، أو بأي صورة أخرى أن يشهد مثلا بما يعلم أن الأمر بخلافه، أن يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوفاقه، أو أن يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير الصفة الواقعة. هذه أحوال كثيرة كلها يشملها اسم واحد، وهو شهادة الزور. فمثلا أن يشهد لإنسان بأن له عند إنسان آخر كذا وكذا من المال، وهو يعلم أنه ليس له شيء، فهو كذاب في ذلك والعياذ بالله تعالى. أن يشهد أن فلانا يستحق المساعدة والإعانة من الزكاة ونحوها، وهو يعلم أنه غني ليس أهلا لذلك، فهو يظن أنه بذلك يحسن إلى هذا المشهود له، وهذا ظن غير صحيح، إذ أنه يسيء إليه، لأنه لما شهد عند القاضي أو الحاكم أو الشيخ أو الإمام بأن فلانا من أهل الزكاة وهو ليس كذلك، فقد ظلم نفسه وظلم الآخر أيضا. ظلم نفسه لأنه ارتكب ذنبا من كبائر الذنوب، وهو الكذب وشهادة الزور، وظلم الآخر أيضا لأنه جعله يأخذ حقا ليس له، يأخذ مالا بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. فحق عليه إذا طلب منه أخاه، إذا طلب منه أن يشهد له بشيء ليس من حقه، أن ينصحه، وذلك نصره، أن يمنعه من الظلم. إذا طلب منه شيئا فيه ظلم أن يمنعه من ذلك، وليس أن يعينه على الظلم. وهذه الشهادة الباطلة من كبائر الذنوب، لأنه ورد في القرآن والسنة التحذير منها والوعيد عليها. فمن ذلك أيضا قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، على أحد أوجه تفسير الآية، فمدحهم الله عز وجل بعدم شهود الزور، فكذلك لو فعلوها، لو شهدوا الزور، لصاروا من أهل الذم. إذا كان عدم شهادة الزور مدحا، دل ذلك على أن شهادة الزور أو القول بالزور قدح وذنب من الذنوب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وظل صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت، ك
كما رواه البخاري. نرى النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ويحذر كذلك من عقوق الوالدين، فإذا جاء الحديث عن شهادة الزور يتكئ صلى الله عليه وسلم، يجلس من اتكائه ويعتدل ويحذر الصحابة من هذا الذنب وهذه الكبيرة، يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ويكررها حتى يشفق عليه الصحابة فيقولون ليته سكت. وانتشار شهادة الزور وقول الزور علامة من علامات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد: إن بين يدي الساعة، وذكر أشياء وذكر منها شهادة الزور. شهادة الزور، فانتشار شهادة الزور وانتشار الكذب من علامات قرب يوم القيامة. وشهادة الزور ليست خاصة بالشهادة عند القاضي أو الحاكم كما يظن البعض، إن محامي مثلا ظالم يأخذ بعض الناس مثلا ويشهدون لموكله بأن له كذا وكذا عند الخصم، يظن البعض أن هذه فقط شهادة الزور، ما يكون في المحاكم مثلا أو ما يكون عند القضاء، وهذا غير صحيح، بل هي عامة في كل شهادة، كشهادة الناس بين بعضهم بعضا، كالموظفين في الشركات والمؤسسات، عند المسؤولين والطلاب في المدارس والجامعات، حتى الأولاد عند والديه، يعني لو أن الوالد استشهد ولده على شيء فشهد بخلاف الحق فقد وقع في شهادة الزور والعياذ بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في أكثر من حديث من شهادة الزور، وقد سبق كثير منها معنا في التحذير من الكذب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق مال امرئ، حق مال مسلم بيمين كاذبة، لقي الله وهو عليه غضبان. من اقتطع حق مال مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، والحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أي مال أو أي منفعة حصلها الإنسان بهذه الشهادة الظالمة الجائرة؟ ماذا يفيده إذا كان قد استحق النار والعياذ بالله تعالى وحرم من الجنة؟ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وإن كان شيئا يسيرا، يعني هذا المقتطع أو المغتصب لو كان شيئا يسيرا، فقال: وإن قضيبا أو وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود السواك حوالي 2 جنيه أو 3 جنيهات تقريبا، فكيف بمن يقتطعون الآلاف والملايين من أموال الناس ويظلمونهم، بل ومن أموال المسلمين عموما كما يقع من بعض الحكام والأمراء والوزراء في أخذ ما ليس لهم عياذا بالله من ذلك. ومما يتعلق أيضا بشهادة الزور والكذب كتمان شهادة الحق، كتمان شهادة الحق، هذا ربما يكون نقيضا لما ذكرنا. فشهادة الزور أن يشهد الإنسان بالباطل، وربما يعلم الحق ولكنه يكتمه، وكتم شهادة الحق من الكبائر أيضا. قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقع في الإثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الزمان يأكل الناس حقوق بعضهم البعض، ويسكت من يعرفون الحق عن التصريح به، ويسكتون مع قدرتهم، يسكتون مع قدرتهم، يقدمون مصالحهم وأهواءهم على أداء الشهادة. وهذه من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب: إن بين يدي الساعة، وذكر منها كتمان شهادة الحق، كتمان شهادة الحق. وقال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالذي يشهد الزور والعياذ بالله تعالى يرتكب عظائم، منها الكذب والافتراء كما في هذه الآية: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ومنها الظلم، لأنه
يسهم ويساعد في انتقال حق ليس لصاحبه إلى من يدعيه ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار، كما رواه البخاري ومسلم. من قضيت له من مال أخيه بغير حق، وذلك بحسب الشهود والبينات التي بين يدي القاضي، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. كذلك أنه يكون بذلك قد وقع في كبيرة من الكبائر كما ذكرنا، بل من أكبر الكبائر. وربما يترتب على شهادة الزور والعياذ بالله تعالى استحلال أعراض، ربما يترتب على شهادة الزور قتل أنفس، ربما يترتب على شهادة الزور أخذ أموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يحذر أيضا من ذلك قصة ذكرناها قبل ذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، في الرجل الذي اتهمه كذبا بما ليس فيه، أنه لا يحسن الصلاة ولا يسير في السرية ولا يقضي بالسوية. وقد رأينا كيف كانت العقوبة حينما دعا عليه سعد رضي الله عنه بالفتنة، فافتقر الرجل وفتن قبل أن يموت والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا قصة سعيد بن زيد، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، والمرأة التي ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فدعا عليها سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. وقد كان أعمى الله بصرها وسقطت في بئر في أرضها. ومن ذلك ما يذكره محمد بن الفرضي، قال: كنت مع ذي النون في زورق، فمر بنا زورق آخر، فقيل لذي النون: إن هؤلاء يمرون إلى السلطان يشهدون عليك بالكفر، يشهدون عليك بالكفر، تهمة باطلة. فقال: اللهم إن كانوا كاذبين فأغرقهم. قال: فانقلب الزورق بهم وغرقوا. فقلت: فما بال الملاح؟ قال: لما حملهم وهو يعلم قصدهم، ولأن يقفوا بين يدي الله غرقا خير لهم من أن يقفوا شهود زور. ثم انتفض وتغير وقال: وعزتك لا أدعو على أحد بعدها، وعزتك لا أدعو على أحد بعدها. ومن ذلك أيضا هذا الرجل الذي ظلم امرأة في مال لها، أخذ شيئا من أرضها وكذب عليها أنه قد وفاها حقها، فذهبت تشكوه لأحد القضاء. اشترى رجل قطعة أرض من امرأة وطلب منها أن تأتي معه إلى كاتب العدل وأن تقر أمامه بأنها تسلمت المبلغ عدا ونقدا، ووعدها بالدفع بعد مدة من ذلك، لأنه لا يملك المبلغ في الوقت الحاضر. فاهمين الألعوبة؟ يعني أن تشهد بأنها قد أخذت المال وهو لم يعطها شيئا، ووعدها أنه سيعطيها بعد ذلك، لكنه يريد هذه الورقة وتلك الوثيقة. وبالفعل وعلى الطيبة الموجودة عند المسلمين ذهبت المرأة وأقرت في المحكمة بذلك وأكملت الإجراءات الرسمية. فما كان من الرجل بعد ذلك إلا أن سافر وغاب طويلا، فلما عاد طلبت منه المرأة حقها فأنكرها بحجة أنه دفع لها ذلك أمام الكاتب وأن لديه إثبات شرعي. فجاءت المرأة إلى أحد القضاة، الشيخ صالح القاضي رحمه الله، وحكت له القصة على وجهها. ولما علم بقصتها أخبرها بأنها مخطئة وحذرها من الوقوع في ذلك مرة أخرى. ثم استدعى الخصم وسأله: ما إذا كان قد دفع المبلغ عدا ونقدا أم لا؟ فقال: نعم. فقال له: هل كان ذلك أمام كاتب العدل؟ فقال الرجل: نعم. فاستدعى القاضي الكاتب المذكور وسأله: هل رأيت هذا الرجل يسلم المرأة نقودا أمامك؟ فقال: لا، ولكنهم أخبروني بذلك. يعني هو أخبره بذلك والمرأة أقرت. فقال الشيخ للرجل: كذبت وظلمت هذه المرأة التي ائتمنتك، فقم وأعطها حقها. ومن ذلك أيضا ما جرى على يدي القاضي ابن
عجيان رحمه الله، عبد الله العجيان في بريدة، وكان هذا القاضي قد فقد بصره. لكن الله عز وجل عوضه بصيرة نافذة وذكاء عجيبا. من ذلك أيضا ما ذكر أن امرأة أتت إليه عندما كان رئيسا لإحدى المحاكم، وادعت على زوجها بأنه قد أوجعها ضربا، رايح تشتكي زوجها أنه هو ضربها ضربا شديدا، ومن شدة ضربه قطع لها خصلة من شعرها. يعني مش ضرب بس، ده ضرب بإيه، أخذين بالكم، يعني افترى بقى، وقطع لها كمان إيه شعرها. طيب كيف يعلم القاضي صدقها من كذبها؟ فأخرجت خصلة من الشعر ومدت بها إلى القاضي، فأخذ القاضي هذه الخصلة من الشعر. وانتوا القاضي احنا لسه قايلين ايه؟ ضرير، يعني لا ايه؟ لا يرى. أخذ الشعر وأمسكه بيده ووضع طرف هذه الخصلة المقطوع من الشعر على خده، وأخذ يتحسسها بخده، ثم صمت برهة وقال بصوت واثق من تجنيها على زوجها، قال لها: أنت كاذبة، أنت كاذبة. ثم حقق في القضية واتضح كذبها وافتراؤها على زوجها بعد ذلك. فسألوه عن سر اكتشافه الكذب من خلال خصلة الشعر التي وضعها على خده. حد يعرف اكتشف ازاي؟ حط كريم. حد يعرف اكتشف ازاي انها كذابة؟ قال لما سئل عن ذلك: إنني وجدت نهاية الخصلة متساوية، وهذا يعني أنها قد قصت شعرها بمقص، ولو كانت كما تدعي لوجدت نهاية الخصلة غير متساوية. يعني هو لما خد شوية الشعر منها وحطهم كده على خده، حس إن الشعر كله إيه متساوي، بيشوك كمان، لكن لو هو كان موضوع ضرب وشد شعر مش هيطلع الشعر إيه، لن يخرج الشعر مستويا، فكان هذا من توفيق الله له. ثم لما حقق في القضية، يعني لم يكتفي بذلك، بل لما حقق في القضية بان كذبها بالفعل. وادعى شخص سرقت ما في خزانته من نقود على شخص آخر، بل أحضر قفل الخزانة أمام القاضي وهو مكسور، وادعى أن هذا الثاني هو الذي كسر القفل أو القفل وأخذ المال، وأتيا إلى نفس القاضي، فما كان منه إلا أن أخذ القفل ووضعه على لسانه، ثم صمت برهة، ثم قال بصوت الواثق للمدعي: أنت كاذب. ثم حقق في الموضوع فاتضح كذبه. حد يعرف إزاي؟ ما هنا بقى تدريبات الذكاء، كيف عرف كذبه؟ قفل مكسور ماله؟ شاف الدق عليه يعني؟ مفيش دق عليه؟ طيب ماشي، القاضي عرف ازاي انه كذاب؟ ما هو جايب له القفل ومكسور وبيقول له فلان ده، ايوه يعني طلع صح ان هو فعلا التاني سرق؟ لا. طب ازاي عرف ان مش هو؟ انا بسألك. فلما سئل الشيخ عن سر يعني اكتشافه لكذب المدعي، قال: إنني وجدت القفل في نهاية كسره صدأ، لأ على المكان كسر القفل في صدأ، والصدأ لا يكون إيه إلا قديما. يقول: وأحسست بذلك، والسرقة تمت في غضون أيام قليلة، فيستحيل معه سرعة تصدية القفل، وهذا يعني أنه أحضر قفلا قد استعمل منذ فترة طويلة وكسره، وأنه لم يكن حديثا، بدليل أن الصدأ قد تراكم على هذا القفل. هذه بعض المواقف التي تبين كيف كان القضاء في دولة الإسلام، وكيف أن هذا الكذب وشهادة الزور لا تروج، وحتى وإن راجت في الدنيا وأخذ الإنسان ما ليس له، فإن الموقف القيامة والموعد بين يدي الله عز وجل
وربما تكون العقوبة في الدنيا كذلك شديدة، إذا كذب الإنسان وشهد شهادة باطلة فربما يعاقب في الدنيا كذلك. ولذا أختم بهذا الموقف المختصر لرجل ادعى على آخر أيضا أرضا ليست له، وأتى بأدلة على ذلك بشهود كذب وزور، وشهدوا أن هذه الأرض لهذا الإنسان، وبحسب هذه الأدلة قضت المحكمة الشرعية بذلك، وأخذ الرجل الأرض وظلم صاحبها، وهو يظن أنه بذلك قد أفلت من العدالة، وإن كان قد أفلت من عدالة الأرض فإنه لن يفلت من عدالة السماء. فما كان من هذا المظلوم إلا أن رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل أن لا يميت هذا الإنسان حتى يريه أثر ونتيجة هذا الظلم، حتى يتمنى الموت ولا يجده، يعني من شدة ما يبتلى به أن يتمنى الموت ولا يموت، لا ينيله الموت أيضا حينما يسأل الله عز وجل الموت. وبالفعل تمر الأيام ويظهر أثر هذا الظلم ونتيجة شهادة الزور على هذا الرجل، فيبتلى بأمراض لا حصر لها، سائر أعضائه، أعضاء الجسم، الكبد والطحال والقلب والشرايين وغير ذلك، غالب أعضاء هذا الرجل قد تلفت والعياذ بالله تعالى، وصار يتألم آلاما شديدة حتى كان يدعو بالموت ولا يجد هذا الموت، ولا يجد أثرا لهذا الدعاء، وهذا كله نتيجة لتلك الشهادة الجائرة الظالمة والعياذ بالله تعالى. فحري بنا أحبتي أن نحفظ ألسنتنا من الكذب، وأن لا نكتم الشهادة، وأن نتقي هذه الكبيرة من الكبائر، وأن ننصح للمسلمين إذا وقع بعضهم شيئا منها، فإن الأمر كما ترون أمر جلل وقد انتشر بين بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا السوء، وأن يعيذنا منه ومن شره. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.